السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب أولى ثانوي. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان الفيزياء بتاع الترم التاني 2020، ده الفترة الأولى والفترة الصباحية. تاني حاجة بس بفكركم بتطبيق العبقري عليه بعض الامتحانات الإلكترونية اللي انت هتفكوا في السنة الجاية، تدخلوا إن شاء الله عشان السنة الجاية تابعوا الشرح يكون موجود على القناة، وفي بعض الحاجات على التطبيق زي الامتحانات الإلكترونية. ولحسن الحظ يعني سبحان الله إن في بعض الأسئلة اللي أنا ضايفها في الامتحانات الإلكترونية امبارح جت في الامتحان النهاردة بالنص، وده كانت فكرة أول سؤال كنا قايلينها. بس السؤال الأولاني بس معلش هو ما جاش معانا في الفيديو، بس هفكرك بيه على طول. السؤال كان بيقول إن الجسم لو بيمشي بسرعة أو مشى في اتجاه مماس للمسار الدائري اللي هو ماشي فيه، فبما إنه مشى مماس فمعناه ده سبب انعدام القوة الجاذبة اللي كانت بتخليه يمشي في مسار دائري، فبالتالي بيكون مفيش فيه قوة، فبتكون القوة بتساوي صفر. هو بيمشي في مسار بيمشي في مماس لغاية أما بيفقد الطاقة اللي كانت عنده، أو كان بيكمل هو حركته بسبب القصور الذاتي وبعد كده بيقع، مثلا لو هو كان في مستوى أفقي معين بيسقط رأسيا زي ما احنا وضحناه كانت في امبارح تقريبا سأل عليها 4 أسئلة. نيجي على السؤال التاني على طول، بيقول إذا تحركت سيارة في مسار منحنى أو منحني وكان الطريق لزجا فانزلقت السيارة، ده بيكون بسبب إيه؟ احنا قلنا لما يكون المسار عايز تمشي في مسار منحني لازم يكون في احتكاك كافي بحيث إن هو يحافظ، لأن قوة الاحتكاك دي بتكون هي قوة الجذب المركزية، فلازم تكون كبيرة، يعني لازم يكون الاحتكاك كبير. فلما بيكون لزج فمعنى لزج إن قوة الاحتكاك صغيرة، فبالتالي السبب في انزلاق السيارة هو قلة قوة الاحتكاك بين الطريق وإطار السيارة، مش قوة الاحتكاك بين الهواء والسيارة. الهواء ملوش دعوة بينا، اللي احنا قوة الاحتكاك اللي بتسبب قوة الاحتكاك اللي بتسبب الحركة الدائرية ما بين الإطار بتاع السيارة وما بين الأرض بتاعة الطريق. وده برضو سؤال كنا مركزين عليه في فيديو المراجعة المرة اللي فاتت أو امبارح يعني. السؤال اللي بعد كده السؤال الثالث جايب رسمة اللي عندنا وبيقول العجلة اللي بيكتسبها الجسم متحرك في مسار دائري دي بتكون بسبب إيه؟ بتكون بتنتج من تغيير اتجاه السرعة، أما المقدار بيكون ثابت، وبرضو كنا مركزين على معلومة المقدار الثابت والاتجاه المتغير. أي العلاقات الآتية يعبر عن قانون الجذب العام بصورة صحيحة؟ الفكرة كلها في القانون إنك بتكون عارفه بالشكل اللي أنت متعود عليه، اللي هو الـ F بتساوي M، أو أول حاجة G ثابت الجذب العام، الكتلة الصغيرة في الكتلة الكبيرة على مربع المسافة ما بينهم. لو أنت جيت للقانون بتاع القوة هتلاقيه G بس M واحدة على R تربيع، مش ده اللي احنا عايزينه، ولو جيت اللي تحت هتلاقيه F G ام تربيع على ار تربيع. القانون ده بيبقى صح في حاله واحده ان هما كتلتين زي بعض، بس هنا انت ملاحظه تلاقي ام كابيتال وام سمول، فبالتالي ده ما ينفعش ولا ده ينفع، وبالتالي هو جايب الجي في طرف الواحده. فهات انت جي في طرف قبل ما تفكر في الاختيارات، دايما بتقول انت حل قبل ما تشوف الاختيارات، واحنا بنحل الامتحان مش عشان اقول لك اجابتك الصح من الغلط، عشان اعلمك من الامتحان ازاي تكون عارف ايه اللي بيجي لك في الامتحان، وبعد كده بتعرف ازاي تحل في الامتحان. وبرضو عشان أأكد لك إن الامتحان مش جاي فيه حاجة من بره المنهج، ولا أي حاجة صعبة، ولا أي حاجة محتاجة طالب عبقري، ولا أي حاجة. اف ار تربيع على ام ام زي ما أنت شايف كده، ده المفروض القانون. فهتلاقي ده موجود فين؟ هتلاقيه موجود في الاختيار الأولاني، تمام كده. ده بالنسبة للسؤال الثالث أو السؤال الرابع. السؤال الخامس كان عليه برضو مشكلة كبيرة. هو أول ده بيتكلم على نفس القانون اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو جي ام ام على R تربيع. هو بيقول لك إذا زادت كتلة الجسمين إلى الضعف. يعني إيه كتلة الجسمين زادت للضعف؟ معناها إن دي هتبقى 2M، ومعناها إن دي هتبقى 2M، دي معناها إن هما الاتنين زادوا للضعف. ما ينفعش حاجة اسمها الاتنين زادوا للضعف يبقى هما الاتنين في بعض زادوا للضعف. إمتى يبقى الاتنين في بعض؟ يقول لك إذا زاد حاصل ضربهما، يعني اعتبر الاتنين دول حاجة واحدة، زادت للضعف بقت 2MM. هو ما قالش كده، هو قال ان هما الكتلتين زادوا للضعف، يعني الكتلة اللي فيهم كل واحدة فيهم زادت للضعف، فبالتالي دي بقت 2M ودي بقت 2M، يعني انت الباست عندك زاد 4 أضعاف، وبالتالي قوة الجذب المركزية هتزيد 4 أضعاف، يبقى كده تزداد 4 أمثالها. ده كده الجزء او ده كده السؤال الخامس. السؤال السادس لحساب قوة الاحتكاك بين عجلات سيارة والطريق إذا كان أفقيا. ده بقى الفكرة برضو كنا مركزين عليها، قلنا كل مثال لازم نعرف إيه هي قوة الجذب المركزية. لو كانت السيارة ماشية على طريق أفقي فقوة الجذب المركزية هي قوة الاحتكاك، وبالتالي قوة الاحتكاك اللي هو طالبها دي اللي هي الإف بتاعة الاحتكاك هي قوة الجذب المركزية، اللي هي المفروض بتساوي ام في تربيع على ار، وبالتالي فين القانون ده؟ هتلاقي الأولاني ام في على ار ما ينفعش، لازم في تربيع.
وما عادش كده في اف. فبالتالي انت محتاج تجيب ممكن تجيب الفي تربيع، فهتلاقيها ام اف على ار. طبعا غلط، لان لو عملت طرفين في وسطين مش هتيجي، انما هي المفروض اف ار على في تربيع اللي هي الام. لو انت جبت الام لوحدها يبقى عندك الام بتساوي اف على او اف ار على في تربيع، وبالتالي الاختيار التاني هو الاختيار الصحيح. السؤال السابع بعد كده، وزي ما انتم شايفين الامتحان يعني مستواه ممكن تقول عليه تافه من غير ما تقول اي مشكله فيه خالص. عندنا هنا الجسم ماشي في مسار دائري، وبيقول لك من قانون نيوتن التاني المفروض القوه بتعطى بشكل ايه. القانون العادي بتاعها اف بتساوي ام في تربيع على ار، برضو مفيش فيها اي حاجه صعبه. السؤال الثامن جايب لنا جسمين وبيقول إذا زادت المسافة بين مركزي جسمين إلى الضعف، يعني الـ R دي أصبحت 2R، وتم استبدال الجسمين بجسمين آخرين كتلة كل منهما ضعف الكتلة الأولى، يعني الـ M تبقى 2M و 2M. طيب عايز إيه اللي يحصل لقوة التجاذب؟ إحنا عارفين إن قوة التجاذب بتساوي G، دي ثابتة ملناش فيها مشكلة. M في M هما الاتنين M small، خليهم زي ما هما، على R تربيع. تمام كده، ركز بقى معايا عشان في برضه ناس غلطانه في السؤال ده. الام دي بقت 2 ام حط لها 2، والام دي بقت 2 ام حط لها 2، والار دي بقت 2 ار حط لها 2، صح كده؟ اقول لك لا، بالقوسين اللي احنا متعودين عليهم دايما، بما ان في تربيع على حاجه تحط القوس اول، وبالتالي هتلاقي فوق عندك، هتلاقي هنا الاتنين، خلي دي كده نحسبها لوحدها، 2 ار كل تربيع معناها 4 اللي هي 2 تربيع وار تربيع، يعني أصبحت في المقام 4 وفي البسط 4، فالاتنين والاتنين يروحوا مع الأربعة، وبالتالي إجابتك هتكون تظل ثابتة. تمام كده. السؤال التاسع بيقول كرتان كتلة كل منهما 10 كيلو جرام والمسافة بين مركزيهما 10 متر، علما بأن الجي، فاحسب قوة الجذب المادي بينهما. تعالى نحسب قوة الجذب المادي بينهما. كرتان كتلة، يبقى عندنا ثابت الجذب، المفروض القانون اهو جي ام كتلة كل منهما، يعني الاتنين زي بعض، يعني يا اما تقول ام كده يا اما بلاش دي وتقولها ام تربيع، ايا يعني يكن عملتها مش هتفرق يعني. تمام، تعالى بقى نحسب. ادي بتساوي سالب ثابت الجذب العام 6600 او 667% في 10 اس سالب 11 في الكتلة 10 كيلو جرام، اعمل لها تربيع على المسافة 10 برضو واعمل لها تربيع، فالاتنين هيروحوا مع بعض، هيتبقى لك ثابت الجذب العام بس مش هتلاقيه في الاختيارات. كل اللي حصل ان العلامة مشت يمين، فبتزود الأس سالب 1، فيبقى عندك سالب 11 سالب 1 يعني سالب 12، يبقى 66.7 في 10 أس سالب 12. السؤال العاشر، السيارة الموضحة بالشكل تتحرك في مسار قطره 40 متر، واحنا مش بنحتاج القطر، احنا بنحتاج النص قطر اللي هو مديهولك في الرسمة اصلا 2 او 20 متر. زادت سرعة السيارة للضعف حتى تظل قوة الجذب المركزية ثابتة، فإن السيارة تحتاج لمسار نص قطره بيساوي كام؟ طيب المفروض القانون بتاعنا الـ F بتساوي M في تربيع على R، صح كده؟ هو عايز بيقول لك السيارة عايزها تظل تحتفظ بقوة الجذب. طيب وهو كده كده السيارة كتلتها ثابتة، طيب وبالتالي أنت عايز نص القطر. طيب نص القطر دلوقتي بيتناسب طردي مع مربع السرعة، صح كده؟ طرفين في وسطين أهو، يبقى الـ V تربيع بتساوي اف على ام في ار، فدول ثوابت، يبقى لك الفي تربيع طردي مع الار. طيب هو قال لك دلوقتي زادت السياره سرعه السياره للضعف، يعني الفي تزيد للضعف، يبقى الاتنين في وتعمل لهم تربيع، انا اصبحت 4 في تربيع، وبالتالي زادت 4 اضعاف، يبقى نص القطر هيزيد 4 امثال، يعني الاجابه الرابعه. السؤال الحداشر، وزي ما انتم شايفين اعتقد مفيش حد عنده اعتراض او اي حاجه ويقول ان الامتحان فيه اي حاجه صعبه. السؤال هنا بيقول اذا استغرق راكب الدراجه في الصوره دقيقتان لعمل 5 دورات حول النقطه A، دقيقتين وزمن والكلام من ده، يبقى انت عايز زمن دوري يعني تي على ان. هو قال لك استغرق دقيقتان يعني 120 ثانيه، لان احنا ما عندناش حاجه اسمها دقيقتين، على 5 دورات، يبقى على 5، 120 على 5 فيها كام؟ 21 أو 24، 24 ثانية، ده كده الزمن الدوري. طيب هو عايز قوة الجذب، عشان تبقى بس معايا في الصورة، عايز قوة الجذب يعني جي ام في تربيع على ار. تمام كده، لا من غير الجي دي، هي هتبقى ام في تربيع على ار. تمام كده،
طيب التي جبناها، هو مش عارفين هو عايزها ولا لا، خلينا نشوف اللي هو عايزه. ومحتاج الكتلة، طب كتلة مين؟ الكتلة بتاعتهم كلهم، كتلة الدراجة مع كتلة الشخص، يبقى كده الكتلة عندك ب 200 كيلو جرام، ده أول مطلوب. نص قطر المسار موجود عندنا، الآر ب 20 متر. مربع السرعة، فين السرعة؟ السرعة مش موجودة، وبالتالي لكن لازم تجيب الزمن الدوري عشان تجيب السرعة، اللي هي 2 باي آر على تي، يعني 2 في 3 و14 في آر اللي هو نص القطر اللي هو 20 على الزمن الدوري اللي هو 24. كده انت عندك الام والفي والار، تقدر تحسب الاف. ممكن نحسب الاف مرة واحدة من غير ما نحسب السرعة لوحدها، فتكون الام اللي هي 200 في الفي تربيع، اضربها كده زي ما هي، 2 في 3 و14 من 100 في 20 اللي هو نص القطر على 24. كل ده كان الفي، اعمل لها تربيع واقسم كل ده على نص القطر اللي هو 20، وهيطلع معاك الناتج اللي انا مختاره ده اللي هو 274 و155 من 100 نيوتن. سؤال رقم 12، أثرت قوة مقدارها 40 نيوتن على جسم كتلته 6 كيلو جرام، فتكون العجلة المنتظمة التي تتحرك بها إذا كانت قوة الاحتكاك المؤثرة على الجسم أثناء حركته 16. اللي احنا عارفينه إن القوة المحركة هي تبقى عبارة عن القوة المؤثرة ناقص قوة الاحتكاك، وبالتالي القوة المؤثرة بيقول لك أثرت قوة يبقى 40، وانت في احتكاك 16 يبقى عندك القوة 24 نيوتن، وعندك الكتلة 6 كيلو جرام. انت عارف ان العجلة قوة على كتلة، يعني 24 على 6 يعني 4 متر على الثانية تربيع عن الاختيار الاولاني. نيجي بعد كده لرقم 13، جايب لنا علاقة ما بين القوة والعجلة. اروح اشوف العلاقة اللي عندي، ان الاف بتساوي ام اي، هو رسم الاف على رأسي والاي على الافقي، يبقى ده هو مين؟ الميل. طيب انت طالب ايه؟ اي الاجسام له الكتلة الاكبر؟ الكتلة الاكبر اللي ميله اكبر، عشان الميل طردي مع الكتلة، يبقى الاجابة رقم دي. سؤال رقم 14، جسم الف كتلته ام، تؤثر عليه قوة محصلة مقدارها 2 اف، وعندما اثرت قوة 5 على 2 اف على جسم كتلته 3 ام، فإن النسبة بين العجلة تساوي كام؟ ببساطة كده خلينا نقول إن العجلة الأولى على العجلة التانية بتساوي، المفروض العجلة بتساوي قوة على كتلة، يبقى القوة الأولى على الكتلة الأولى، والاي 2 يبقى قصادها القوة التانية على الكتلة التانية. الكلام ده يساوي القوة الأولى كانت 2 اف على الكتلة الأولى كانت ام، الكتلة التانية كانت 3 ام، والقوة التانية 5 على 2 اف، يعني 5 اف على 2 طلعها فوق. تلاقي الام مع الام والاف مع الاف، هيتبقى لك 2 في 3 ب 6 في 2 ب 12 على 5، يعني الاختيار التاني. سؤال رقم 15، بيقول في السؤال أثرت عدة قوى على كل على حدة على الجسم A ثم أثرت مرة أخرى على الجسم B، تم تمثيل العجلة التي تحرك بها الجسمان مع القوى المؤثرة كما بالشكل. أولا نشوف العلاقة الرياضية، عندنا الـ A بتساوي F على M، صح كده؟ أدي الـ F لوحدها والـ M خليها لوحدها، عشان احنا دايما بنقول ده الأفقي ده الرأسي، يبقى ده مين؟ الميل. يبقى اللي عندنا في الإجابة إن الميل بيتناسب عكسي أو هو مقلوب الكتلة أساسا، وبالتالي أي الجسمين A و B أثقل، أثقل يعني وزن أكبر. طيب وزن أو قوة جذب معناها ام جي، فمعناها إن مين اللي كتلته أكبر؟ فيبقى أنت عايز اللي كتلته أكبر، يبقى اللي ميله أقل، يبقى اللي ميله أقل هو الجسم بي. يبقى الجسم بي هنا دلوقتي كتلته كبيرة، ميله صغير، فكتلته كبيرة فوزنه كبير، يبقى الجسم بي أكبر من ايه؟ فسر إجابتك، هتقول له لأن كتلة الجسم بي أكبر من كتلة الجسم ايه، حيث أن الميل يتناسب عكسيا مع مع الكتلة طبقا للعلاقة اللي قدامنا دي. زي ما احنا شايفين كده الحل مفيش فيه اي مشكلة ولا فيه اي اختلافات، عشان برضو نفس العادة المعتادة الطلبة بتقول المدرسين مختلفين، احيانا المدرس ممكن ما ياخدش باله من حاجة، وانا برضو منهم ممكن ما اخدش بالي من حاجة، عادي كل الناس بتغلط، فمفيش فيها مشكلة ومحدش يعملها موضوع، يعني اي حد بيغلط.
إنما الأسئلة مفيش فيها أخطاء ولا فيها أي مشكلة. إذا علمت أن قوة الاحتكاك بين عجلات الدراجة البخارية والطريق هي هنا نفس الحكاية، دي دراجة ماشية على طريق، فقوة الاحتكاك هي قوة الجذب المركزية، وبالتالي هي دي الإف، وكان سرعتها في، ووزن الدراجة البخارية وراكبها يبقى الوزن كله 1400، وعندنا عجلة الجاذبية. طب احنا مش بنحتاج الوزن، هو عايز نص القطر أول. طب انت عندك قانون الجذب ام في تربيع على ار، صح كده؟ انت عايز نص القطر، طيب نص القطر يساوي ام في تربيع على اف. طيب احنا عندنا الاف وعندنا الفي بس ناقصنا الام، هنجيبها منين؟ هنجيبها من الوزن ده، تقسمه بس على عجلة الجاذبية اللي هي 10، يعني هيديلك ان هي 140 كيلو جرام، وبالتالي نص القطر هيبقى 140 كيلو جرام، هتضربها في مربع السرعة اللي هو قال لك سرعتها 40، تعمل لها تربيع على القوة اللي هي 4000، واحسبها لكم واشوف هتطلع بكام. 140 في 40 تربيع على 400 او 4000، احنا كمان صفر، تطلع 56 متر. الوحدات الاساسية طبعا معانا. اخر ما اسئلة معانا، واعتقد ما كملناش نص ساعة خالص في الامتحان. تدور سيارة سباق كتلتها، يبقى انت عندك كده الكتلة اللي هي ام في مسار دائري افقي نص قطره، لتصنع ان في زمن تي. احسب قوة الجذب المركزية، قوة الجذب المركزية الاف اللي هي بتساوي ام في تربيع على ار، نفس الفكرة اللي كنا حليناها من شوية. الام موجودة، الار موجودة، الفي مش موجودة، فهجيب الفي بدلالة الزمن الدوري، بس تحسب الزمن الدوري اول اللي هو تي على ان، اللي هو 200 ثانية على 25، يعني 8 ثواني، وبناء عليه تحسب السرعة اللي هي 2 باي ار على تي، يعني 2 في 22 على 7 في ار اللي هي كام؟ نص قطره 89 على الزمن الدوري اللي هو 8، ونحسب السرعة 2 في 22 في 89 على 7 في 8، تطلع 69.9، ممكن تقربها وتقول 70 مش هتخسر حاجة. يبقى عندك ال F هتساوي M الكتلة 700 في ال V تربيع اللي احنا لسه حاسبينها ب70، هتبقى 70 تربيع على R اللي هي 89. يبقى عندك 700 في 70 تربيع على 89، تطلع الرقم ده 3853 علامة 3 نيوتن، وما تتخضش من الرقم، عادي مفيش فيها مشكلة. ده كده بالنسبة لحل امتحان أولى ثانوي الفترة الأولى. أعتقد إن الامتحان سهل جدا جدا جدا، مفيش فيه مشكلة ولا أي حاجة خالص، وتقريبا ما خرجش منه حاجة عن الفيديو بتاع المراجعة ولا الامتحانات الإلكترونية اللي كنت منزلها امبارح. فأتمنى الموضوع يكون فاتكو، أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي، هنحل الامتحان بتاع الفترة التانية، وإن شاء الله نبدأ مع بعض في شهر 7 بإذن الله على القناة وعلى تطوير المحتوى بتاعنا بإذن الله السنة الجاية. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.